في مجال الحقن المجهري وعلاج العقم للأطفال الأنابيب بيتقابلنا حالات محبطة جدا وفيها تحدي شديد، وبيكون فيها نوع من يعني خيبة الأمل الشديدة لما المريضة تجرب مرة واثنين وثلاثة ويتقال فشلنا في نقل الأجنة. سميها فيلير امبرو ترانسفير، يعني ان الدكتور بعد ما قدر يحقق نجاح في التبويض، تحقيق التبويض واخصاب البويضة وتحطهم في المحضن، وبقى عندنا جنين مش عارفين ننقله جوه الرحم، بيبقى في قسطرة بتخش جوه الرحم عشان تنقل الجنين. تعالوا نشوف ايه هي بعض الاسباب اللي بتكون عائق في تحقيق النجاح. بيكون المشكلة في عنق الزجاجة، في مدخل الطريق الى تبويض الرحم. اللي انتم شايفينه ده هو عنق الرحم. المريضة دي الحقيقة سبق وحاولت عدة مرات حقن مجهري، تكلفة هائلة جدا طبعا، والامل موجود عندها لكن بيحصل فشل. المشكلة هنا كانت في عنق الرحم، زي ما احنا شايفين ان عنق الرحم فيه ضيق شديد، ومش بس الضيق والمشكلة، الضيق ممكن يتوسع. المشكلة هنا هو ان في زي زجزاج او التواء في قناة عنق الرحم. انا هنا بستخدم اسلوب لطيف جدا، ان بادفع بعض اللي هي فقاقيع الهواء بتبين لي الاتجاه الصح. وهنا مع استعمال المقص، مش عشان تقص، لا، تستعمل المقص عشان تحاول تبعد او تريتراكت او تلاقي الطريق لمدخل الرحم. وزي بالظبط الانسان الاعمى اللي معاه عصايه بيحطها كده يزقها قدامه يعرف في اتجاه، في سكه ولا لا، برضو بتستخدم المقص بنفس الاسلوب. انا يعني يساعدني ان انا اقول لكم كل التكات وكل الافكار اللي الواحد اتعلمها على مدار سنين ومش موجوده في كتاب. فهنا الحقيقه رغم ضيق عنق الرحم ورغم ان السكه كانت ضيقه، قدرنا نلاقي يدوبك دليل بنقول عليه بين هول. بين هول يعني زي خرم الابره، هو ده المدخل الصحيح لعنق الرحم اللي مفروض كانت تخش منه القسطره. مجرد ما تعرفت على المدخل تبتدي بقى تحايل وتسايس عنق الرحم بقليل من دفع الميه وقليل من الدفع بقوه، وهوب بقينا جوه تجويف الرحم. فالمريضه دي الحقيقه تعرضت لعده محاولات فاشله من نقل الاجنه بسبب العله او المشكله او العائق اللي موجود في عنق الرحم. هنا احنا دخلنا تجويف الرحم، ده تجويف طبيعي تمام يسمح بنقل الاجنه. هسيبكم تتفرجوا شويه وارجع اوريكم تاني المشكله في عنق الرحم كانت. نرجع تاني ونكمل مع بعض ونشوف كانت العقبة الأساسية المسؤولة عن فشل نقل الأجنة فين. هنا هو في هذا المكان، اسمها الفوهة الداخلية أو الانترنال أوس، اللي بيتم عن طريقها نقل الأجنة بقسطرة خاص. لو بصينا كويس هنلاقي عند الساعة 6 الحد فيه كده جزء لونه أبيض. طبعا المتخصصين عارفين كويس قوي إن ده سببه كان فورس تراك. فورس تراك يعني إيه؟ لما حصل محاولة نقل الأجنة وفشلت، فحاولوا الطبيب إن يعمل توسيع لعنق الرحم، بيستعمل موسعات ميتال يعني معدنية على أساس إن دي توسع عنق الرحم ده. لكن للأسف لما بيكون اتجاه عنق الرحم زجزاج أو مش صح، فالدكتور غصب عنه بيخش في اتجاه خطأ، ودي كان أثر في عدة فورس تراك موجودين في أهو اللي باين قدامنا ده. ده كان فورس تراك، وطبعا نقل الأجنة كان صعب، وفي زي شفة تحت عند الساعة 6 كده عاملة ضيق أو تليف في مدخل عنق الرحم. ده بالإضافة طبعا اللي اتفرج على الفيديو بدقة من الأول شاف إن كان في عنق الرحم، في قناة عنق الرحم كان في حاجة اسمها حواصلة نابوثيان سيست. هنا بقى عشان خاطر نحقق النجاح في نقل الأجنة في المرات ده مكان الفولس تراك، فباستخدام المقص بنقدر نقص التليف الخلفي ده اللي هو ده مكان الفولس تراك. ده أكتر من فولس تراك الحقيقة، يعني واضح إنها يعني غلبت الدكاترة معاها. دي عدة فولس تراك نتيجة محاولات سابقة لتوسيع عنق الرحم. الحواصلة نابوث اللي هي شايفينها دي بنقدر بالمقص ان احنا نفتحها ونفرغ السائل اللي فيها، فبتخلي مجرى عنق الرحم اكثر. اللي احنا شايفينه ده الميوكس او المخاط اللي كان في حواصلة
نابوثينسيست. نرجع بقى تاني للجزء الأهم وهو إزالة التليف اللي في الجدار الخلفي أو في البوستير أسبكت من الانترنال أوس، فبالتالي نسهل دخول أسطرة نقل الأجنة بعد كده، ونضمن، بلاش كلمة نضمن، نعلي فرص نجاح نقل الأجنة وتحقيق الحمل. أتمنى أن مشاركة الفيديو ده يضيف جديد للزملاء ويفتح باب أمل للمحتاج. وأشكركم، أسامة شوقي من القاهرة مصر.